خلينا نروح بقى لمجموعة أخبار كده فيها بعض القضايا المهمة. الحقيقة في أزمة مش مفهومة وتوقيت غريب جدا، ويعني كل الاحترام لكل اتحادات الرياضة في مصر يعني، بس في كده بعض الأزمات اللي بتطلع كل فترة على السطح بتخليك تحس إنه لا التوقيت مناسب ولا الأزمة أصلا ليها داعي لما بتقرأ التفاصيل. خلونا ندخل في الموضوع على طول. بنتكلم دلوقتي على أزمة بطلها لاعب المنتخب المصري للرجال في الجودو مع الطرف الثاني، هو كابتن حاتم عبد الآخر، هو الحقيقة كابتن الفريق القومي للرجال للجودو، فجأة اكتشف أنه منع من التسجيل في بطولة العالم. امتى الكلام ده حصل؟ قبل 24 ساعة بالظبط من بداية البطولة. طيب ايه الكلام اللي بيتقال؟ واحنا هنطرح طبعا الرؤى يعني او وجهات النظر المختلفة عشان نسمع، بس الكلام حتى اللي احنا سمعناه في الاعلام والكلام اللي احنا طول الوقت بنسمعه انه في خلاف شخصي حصل ما بين الاتحاد نفسه وما بين والده. والد الكابتن ده هو عضو في مجلس ادارة الاتحاد، ده اللي اللاعب على الاقل قاله حتى على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، فاهتمينا ان احنا نتواصل معاه ونفهم. وبعدين الكلام اللي كتبه الكابتن حاتم يعني عارف تحس انه كلام طالع من القلب قوي، يعني كاتب بيقول لم يشفع لي انه الجهد والعرق من اجل مصر واني مثلت مصر في اكتر من 120 بطولة دولية، لم يشفع لي اني حصلت لمصر على اكتر من 25 لقب عالمي وافريقي وبحر ابيض، ورغم تركي لمصر واسرتي وعملي وطفلي الرضيع لمدة 85 يوم استعدادا لهذه البطولة واستعدادي التام من خلال قيامي بسبع معسكرات دولية في فرنسا وهولندا والمجر وبيلاروسيا وسلوفاكيا وسط عمالقة وأبطال العالم، على نفقتي الشخصية بتكلفة وصلت لأكثر من 300 ألف جنيه مصري، وحصلت على في خلال هذه المعسكرات الدولية على المركز الخامس في بطولة أوروبا، وكنت على استعداد كامل ان انا احصل او اساعد ان شاء الله ان مصر تحصل على ميداليه في بطوله العالم. بعد كل ده فوجئت انه انا بامنع قبل 24 ساعه فقط من التسجيل لبطوله العالم. عشان كده بقول لحضراتكم هي ازمه مش مفهومه وعلامه استفهام كبيره جدا، لان هو الكابتن نفسه ما فيش اي تقييم ولا اي تقرير ولا اي كلام من اي من اعضاء الاتحاد اتكلم عنه او عن ادائه. الكلام كله عن خلاف بين والده وبين الاتحاد. فهل احنا بنشتغل بالطريقه دي؟ خلونا ناخد هاتفيا الكابتن حاتم عبد الاخر كابتن الفريق القومي للرجال للجودو. يا اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. يا اهلا وسهلا بيك. انا سعيد ان انا طالع معاكي دلوقتي والله علشان اوضح كذا نقطه. انا يعني انا وضحت ان الناس امبارح نقطه كبيره على في الفيديو اللي انا عملته في التواصل الاجتماعي امبارح، بس في حاجات انا ما وضحتهاش، حابب جدا ان انا اوضحها. طيب. مع حضرتك انا بس هستاذنك ثانيه واحده يا كابتن شباب لو سمحتوا الصوت. بعد اذنك يا كابتن حاتم، اولا خليني اقول لك الحمد لله على سلامتك، انا عارفه ان انت لسه واصل من حوالي ساعه ونص من فرنسا، فحمد لله على السلامه. الو معاك يا كابتن؟ سامعك. أيوة. انا بقول لك الحمد لله على السلامه، انا عارفه ان انت لسه واصل. انا لسه واصل حالا مصر من فرنسا. انا عارفه الحمد لله. أيوة. على السلامه. أيوة. وثانيا احنا قرينا القصه اللي حصلت معاك، عشان كده سعينا انك تكون معانا توضح الموضوع. اتفضل يا كابتن. لا انا عايز اوضح الموضوع كله، وعايز في شقين في الاخر يعني عايز اوضحهم جدا، ويا ريت هسترس عليهم قوي الشقين دول. اشرح لحضرتك الاول كده الثلاث اشهر اللي فاتوا دول. انا كنا في البحر الابيض اللي انا شرحته امبارح في الفيديو، ان انا كنا عندنا بطوله البحر الابيض المتوسط في شهر 6 اللي فات، وانا قبل البطوله ب 10 ايام جالي اصابه في الطمع، فما قدرتش ان انا اروح مع الفرقه بطوله البحر الابيض، وباقي الاعداد لمده اربع اسابيع بعد بطوله البحر الابيض لسه كنت بتعالج من اصابه الضمه. في الفتره دي هم لعبوا بطولات، فانا اعدادي للاسف بقى مختلف عن المنتخب، لان هم اخذوا قدر جرعه كبيره من البطولات والمعسكرات انا ما خدتهاش قبل بطوله العالم، فانا كنت محتاج اخد جرعه ثانيه غير الموضوع ده. فانا تناقشت مع المدير الفني بتاعي، وهو كان على الصراحه مرحب جدا للفكره. قلت له انا هطلع، انا موافق ان انا اطلع على نفقتي الخاصه اعداد، اكمل اعداد انا ما قدرتش احضره في سبيل بطوله العالم.
فهو وكتبت له وكتبنا انا وهو اتفقنا بالظبط ايه الاعداد، برنامج الاعداد اللي هنطلعه بالبطولات اللي حضرتك دلوقتي قلتيها، التسبع سفريات دول اللي انا طلعتهم على حسابي كلهم، واخدت موافقه بيها من مجلس الاداره ومجلس الاتحاد بموافقه رئيس الاتحاد وموافقه المدير الفني ان انا اطلعهم. والمدير الفني علشان عارف الحمد لله ان انا بطل افريقيا، وزي ما حضرتك ذكرت ان انا لاعب 120 بطوله دوليه ولاعب 13 بطوله افريقيا وتسع بطولات عالم، اكتر لاعب في تاريخ مصر لعب بطولات عالم، مثل مصر في بطولات عالم، فهو على درايه كامله بالخبره ان انا اقدر اطلع المعسكرات دي. وانا وهو بنتكلم مع بعض كل يوم عن الاحمال وانا مسافر والتدريب، لكن هو واثق في قدراتي ان انا اقدر اروح المعسكرات دي كلها. دي اول حاجه. الشك دي انا طلعت زي ما قلت لحضرتك، انا طلعت الشهرين دول كلهم بره مصر من اول سبعة. يعني معلش يا كابتن، معلش عشان برضو احقاقا للحق، يعني فكره انه حضرتك تدفع التكاليف دي من حسابك الشخصي، ده لانك ما لحقتش الاربع اسابيع التدريب بتاعهم لانه انت كان عندك اصابه. انا ما لحقتش، هو حضرتك علشان الاول بيبقى فيه الاول يعني المدير الفني بالاول بيكتب خطه الاعداد السنويه، والخطه الاعداد دي الوزاره بتصدق عليها. فانا دلوقتي الخطه دي انا ما حضرتش منها خمس اسابيع، هم لعبوا فيها بطولتين بحر ابيض المتوسط وكرواتيا، فانا دلوقتي كنت محتاج لسه لازم العب بطوله بطولتين تانيين، بس هم مش مدرجين في الوزاره، مش مصدقه عليهم، هم مش مدرجين في خطه الاعداد. تمام. ما ينفعش الوزاره تطلع بيها ميزانيه علشان هم مش مدرجين في الخطه. طيب يا فندم، وبعدين طيب انا قلت لهم انا طلعت حضرتك الخطه دي، كلها كانت من اول سبعه لحد 3/9، طلعت كل السفرات دي على نفقتي الخاصه، ورجعت ويوم 2/9 كنت لعبت بطوله كاس اوروبا، حصلت فيها على المركز الخامس في بطوله كاس اوروبا في سلوفاكيا، وخسرت على الميداليه البرونزيه باخر 6 ثواني، وجبت الميداليه المركز الخامس، الكلام ده كان يوم 2/9. انا بعد كده لما رجعت مصر بطوله العالم اللي هي كانت بتقام النهارده، انا رجعت مصر كان الفرقه في اليابان، فانا كان ناقص 10 ايام على البطوله، فانا مش هينفع اقعد هنا في مصر لوحدي ما بتمرنش، وبرده في نفس الوقت مش هينفع اروح لهم اليابان، لان اهدار للوقت ان انا هروح يومين راجع او يومين رايح والكلام ده كله، مش هلحق اصلا اروح اتمرن. فانا قلت برده مع المدير الفني ورئيس ورئيس الاتحاد ان انا هطلع فرنسا اقرب اتمرن ال 10 ايام دول برده على نفقتي الخاصه، بس هم هيدفعوا التذكره اللي هي بقى خلاص تذكره البطوله. انا هطلع الروت بتاعي كان هيبقى في مصر باريس، باريس اذربيجان، اذربيجان مصر، هي ده الروت اللي هيطلع لي من الاتحاد. الاتحاد طلع لي الروت دي، بس الاقامه بتاعت برضو الاقامه بتاعت فرنسا انا دفعتها على حسابي، لان هي برضو مش مدرجه في خطه الاعداد. طلعت حضرتك سافرت، سافرت رحت فرنسا قعدت ال 10 ايام هناك. في نفس الوقت ده بقى هو ده كل هو ده بقى كل اللي انا حكيته امبارح. طيب. في مجلس الاداره اللي انا حكيته امبارح. طيب. اللي انا هحكيه بقى هحكيه بقى لحضرتك بالتفصيل اللي حصل ال 10 ايام دول، اللي حصل ايه اللي فيهم. طيب بص يا كابتن، بص يا كابتن، حضرتك خلصت كده؟ لا انا لسه، ده انا لسه ما ابتديتش، ده انا لسه بقى هبتدي ايه اللي حصل ال 10 ايام دول، ده انا بحكي لحضرتك. طب معلش عايزين بس اختصار يا كابتن عشان الوقت، والحق اخد والدك برضه. اتفضل يا فندم. طبعا. دلوقتي وعايز اقول لك كمان على الرد اللي ردوا علينا المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري. انا عارف الرد بتاعه ايه، انا عارف الرد بتاعه ايه حضرتك. طب قال ايه؟ طيب قول لي. قال ان انا ما كنتش مستعد، وان انا مش على ان انا مش جاهز والكلام ده كله. ما انا هاجي لحضرتك، انا في حاجتين لازم اوسرهم ضروري جدا ويوصلوا لاعلى جهات، عشان دي مساله قانونيه ومساله اهدار مال عام، ومساله لازم تحاسب من كل الجهات. طب ايه اللي حصل معاك يا كابتن في ال 10 ايام بس باختصار؟ طلعوني. حاضر. اللي حصل ان هم طلعوني السفريه دي، دفع التذكره بتاعت مصر فرنسا، فرنسا على حساب الدوله، على حساب الدوله قبل اللعب. حضرتك هو حصل خلاف بين اعضاء، ما بين رئيس الاتحاد عمل مجلس اداره من غير ما يحضروا اعضاء مجلس اداره، وعايز يمضيهم على قرارات مجلس اداره، على القرارات بتاعته كده عفوي، عايز هو في ثلاثه مضوا وناقص واحد، لو واحد كمان مضى المجلس ده هيعتمد ومش لازم الاربعه التانيين يمضوا. قاعد يضغط على الخمسه. طيب الواحد ده، الواحد ده يا كابتن اللي هو والدك؟ الواحد ده اللي هو اي واحد من الخمسه، بس الوالدي اكتر واحد ممكن يضغط عليه، علشان في ان انا اللي هو في ابتزاز بيحصل بقاله اسبوع برسائل بتروح لوالدي، لو ما مضيتش ابنك مش هيلعب البطوله، ابنك مش هيلعب البطوله، لو ما مضيتش ابنك مش هيلعب البطوله، كل يوم بيحصل الابتزاز ده، لدرجه ان عايز اقول لحضرتك في اتنين قبل السفريه بيومين، قبل ما اروح فرنسا بيومين، طلع رئيس البعثه اذربيجان، البعثه كانت رايحه اذربيجان وانا رايح لهم اليوم اللي بعديه اذربيجان، قال لهم طلع
البعثه من غير فلوسي، يعني هو من غير فلوس الاقامه بتاعتي بتاعت اذربيجان ولا غاني. انا الموضوع ده مش فارق معايا، انا كنت هروح ادفع على حسابي. كلمت كابتن هشام هناك مطبخ وكابتن احمد صابر اعضاء مجلس اداره هناك في البتاع، قلت له ادفع البتاع وانا هدفعها، وانا هدفعها حتى لو هطلعها على حسابي. للاسف بقى حضرتك هو عمل حاجه تانية، هو لغالي عمل، هو عمل يوم سفري لاذربيجان، يوم سفري لاذربيجان وبابا مرضيش مش راضي يمضي على المحضر، لغالي التذكره، لغالي التذكره بتاعتي للاذربيجان، ولغى الاسم من الريجستريشن من مصر، ان انا حتى لو عايز ادفع على التسجيل. يعني يا كابتن، يا كابتن حاتم، يعني حضرتك بتربط بشكل مباشر فكره رفض والدك انه يمضي على محاضر، ثواني بس اكمل. الابتزاز بصراحه بيتقال. طيب اكمل يا كابتن عشان الناس تبقى فاهمه برضو. انا يهمني انه احنا كل يهمنا في النهايه انه الاوضاع تكون صحيحه ومظبوطه، ما يبقاش في حد بيتظلم ولا من اي من الطرفين. تمام. فدلوقتي حضرتك بتقول انه بشكل مباشر في علاقه بين كون ان والدك رفض انه يمضي على محاضر الاتحاد، الجلسات معينه هو ما حضرهاش فهو ما رضيش يمضي عليها، على طول في ربط مباشر حصل بانه في نفس اليوم لما رفض يمضي شالوك انت من البطوله، من انك تسافر البطوله، ولغوا لك تذكرتك لاذربيجان. انا كنت مسافر نفس اليوم، انا مسافر نفس اليوم على حساب مصر في اذربيجان، ولعبي بعد بكره. انا كان لعبي اليوم، انا كان لعبي النهارده، يعني انا كنت المفروض هلعب النهارده، والفلوس دي اتصرفت من الدوله. لان انا هاجي لحضرتك في الكلام في الحته دي كريتيكال جدا، انا جاي لحضرتك في الكلام فيها. انا حصل ابتزاز يوم الريجستريشن، امضي على المحضر، بيتقال كده وبيتبعت رسائل على لبابايا، امضي على المحضر هنفك اللوك، اللوك هو قافل، قافل عامل لازم باركود هناك ان هم يمضوا المحضر بالباركود، اقفل امضي على المحضر والباركود ده هنفتحه وهينفع يعمل ريجستريشن. هو الباركود ده، الباركود ده لو اتفتح هتقدر ترجست، هتقدر تسجل؟ هقدر ريجست، وبعتين ايميلات ومعايا الايميلات ان هم محدش، بعتين ايميلات للاتحاد الدولي محدش يسجله غير بموافقتنا. كابتن حاتم، كابتن حاتم، عندكم رسائل سواء مسجز عاديه او واتساب؟ الايميل، الايميل ده معايا كلها او ايميل فيها ربط مباشر بين انه اعمل كذا عشان نطلع ابنك البطوله؟ مفيش، مفيش. بس انا بقى في حاجه تانية حضرتك اللي جاي لك في الموضوع فيها، انا ما عنديش حاجه تثبت طبعا شفوي ولا حاجه ان هو ان ده الموضوع، بس انا عندي حاجه بقى اقوى، اقوى من كده بكتير يا فندم. اللي هي يا فندم، انا هو بيقول انا غير لائق، هو بيقول ان هو دلوقتي التحقيقه بتاعته ان انا غير لائق بدنيا ولا مش عارف ايه اللي هو بيقوله ده. يا فندم انا هناك، انا لعبي بعد بكره، يعني في فلوس انت عشان تلعب بطوله زي ما حكيت لحضرتك، انت بتاخد الاول بيها، بتبعت الاسامي للجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه بتصدق على الاسامي، وبعد كده بتبعت للوزاره الاسامي، بتطلع بيها قرار وزاري ويطلع لك بادجت للعيبه دي. يعني الفلوس دي طلعت، الكلام ده كله خلصان، والريجستريشن بتاع البطوله بيقفل قبل البطوله بثلاث اسابيع، قبل البطوله بثلاث اسابيع الريجستريشن بتاع البطوله بيقفل. الكلام ده كله محسوم بقاله ثلاث اسابيع. لو انت عملت اي كانسليشن لاي اسم، اي اسم من الاسامي اللي انت باعتها في خلال الثلاث اسابيع دول، بتدفع 1000 يورو غرامه او 1500 يورو حاجه كده. هو دلوقتي سفرني، سفرني بره مصر على القرار الوزاري على حساب مصر لفرنسا، وفي نفس اليوم انا بقى جاي لحضرتك اللي نقطتين مهمين جدا هم دول اللي محور كل حاجه. لو مش هعرف اثبت ان هو عشان لو مش هعرف اثبت بكلام شفوي ان هو او بكلام فعلي ان هو عشان مجلس، انا عايز حد يحاسب الكلام ده. ده فيه اهدار مع الاعيان. هو سفرني دفع تذكره 28000 جنيه لفرنسا، ومن فرنسا لاذربيجان تذكره 8 على حساب الدوله من خزنه الدوله في 28000 جنيه طلعوا، وعمل كانسليشن ب 1500 يورو، يعني في 60000 جنيه طلعوا من الدوله عشان اللعيب ده يلعب البطوله. طب انت دلوقتي هتقول للدوله وهتقول دلوقتي لما يتحاسب على الورق ده؟ واضحه قوي، واضحه، واضحه، واضحه قوي يا كابتن. بس يعني انا بشكرك طبعا. خليني بس اقول لك حاجه، النواحي الفنيه احنا طبعا مش هيفهم، يعني فكره ان هو رئيس الاتحاد بيقول انه انت لائق او غير لائق، دي حتت فنيه، ودي اعتقد وقت اللزوم ممكن بقى تشكل لجان يتم الكشف عليك ويتم يعني النظر برضو لمدى لياقتك واستعدادك انك كنت تلعب في البطوله دي او لا، دي حتت فنيه قوي. لكن فكره طبعا الربط ده اعتقد، وفكره طبعا الفلوس اللي انت ذكرتها دي كلها، يعني انت بتتكلم على تذاكر وطيران وفلوس باليوروهات قد كده الدفعه، دي حاجات سهله الاثبات جدا. احنا في كل الاحوال حاولنا طبعا على قدر المستطاع ان احنا نوصل لرئيس الاتحاد المهندس مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد المصري للجودو، كلمناه الحقيقه وقلنا له الوضع كذا ومحتاجين حضرتك تكون معانا على التليفون عشان ترد وتقول وتتكلم براحتك. هو اعتذر الحقيقه وقال انه انا رفضت ان هو يطلع البطوله لانه مش لائق
يعني احنا فضلنا يبقى فيه مشاركه للاعب اخر عنده 23 سنه وحاصل على المركز الثالث في بطوله افريقيا، وبالتالي ما رضيش يدخل معانا. فانا بعتقد انه احنا ما زلنا في نفس الكورنر، فكره هل في ربط ولا لا. خلونا سريعا ناخد كابتن ياسر عبد الاخر، والد الكابتن حاتم وعضو الاتحاد طبعا للجودو، الاتحاد المصري للجودو. يا اهلا بيك يا كابتن. مساء النور يا فندم. يعني الموضوع يا فندم طبعا فيه نقاط كثيرة جدا، أمور فنية زي ما كنت بقول من شوية، وأمور مالية، وأمور يعني متعلقة بفكرة أنه ربما كما يعني تشيرون أنه في ضغط على حضرتك، أو حصل استبعاد لكابتن حاتم بسبب قرارات لها علاقة بقرارات إدارية يعني، فلها علاقة بكون حضرتك عضو في الاتحاد. شايف الموضوع ازاي يا كابتن؟ وانتوا طالبين ايه؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجة. اولا رئيس الاتحاد حضرتك لا يملك الاستبعاد، ولا يملك حضرتك اللي يملك هذا اللجنة الفنية والمدير الفني للمنتخب القومي، وكل دول حضرتك موافقين على سفر حاتم وموافقين حضرتك، والكلام ده دوكيومنتد، والكلام ده حضرتك انا موجود وموافقة المدير الفني بتوقيعه الشخصي على كافة المعسكرات، وأنا ممكن أبعت لحضرتك كل المستندات دي. حضرتك بمنتهى البساطة، الموضوع إن في قرار وزاري بيطلع بأسماء المسافرين حضرتك، وفعلا صدر القرار رقم 721 لسنة 2018 بخصوص سفر البعثة دي. البعثة دي تضمنت في المادة الثانية حضرتك بتقول سفر عدد 7 فرد ومدرب و5 لعيبة واحنا ورئيس بعثه. احنا حضرتك بنبعث الاتحاد 9 افراد بيتم تصفيتهم نهائيا حضرتك بموافقه المدير الفني ولجنه المنتخبات، وده حضرتك تم بالفعل حضرتك في 31/8 تم استبعاد حضرتك 2، وتم لعيب على نفقته الخاصه ولعيب في شركه راعيه هي اللي بتسفره، وال5 لاعبين اللي طلع بيهم القرار الوزاري حضرتك محمد عبد المجود ومحمود احمد محي ومحمد عبد العال وحاتم عبد الاخر وعلي حازم اللي هو اللعيب الثاني اللي بيدعي الاستاذ مطيع ان هو ده اللعيب اللي احنا سافرناه بدل حاتم. اللعيب ده حاتم الكابتن بتاعه، حاتم لعب 9 بطولات عالم، من حق علي حازم انه يطلع ويبقى في استعداد للصف الثاني، واحنا ده اللي بنشجعه انه يبقى في صف تاني في المنتخبات حضرتك. لكن القرار محسوم بسفر الخمسه اللي علي حازم اللي سافر في وادي 90 وحاتم عبد الاخر. حاتم عبد الاخر طيب حضرتك معلش يا كابتن، بس انا سؤالين بسرعه. اولا ازاي زي ما حضرتك بتقول اداريا ينفع انه يبقى اللجنه كلها يعني موافقه ومؤشره، وحضرتك بتقول الكلام ده دوكيومنتد يعني موفق بقبول سفر حضرتك طالع بيها قرار الوزاري طالع بيها. طيب بقبول سفر الكابتن حاتم، وازاي رئيس الاتحاد يطلع او يأشر او يطلع قرار انه لا مش هيصفره وانا هصفر فلان مكانه؟ احنا في للاسف في بعض المشاكل في الاتحاد بقى لها فتره. احنا طلبنا الاجتماع مع رئيس الاتحاد لانه انفرادي القرار، طلبنا حضرتك انعقاد مجلس اداره طارئ عاجل لمناقشه الكلام ده، 4 اعضاء مجلس اداره محترمين. بعتنا اجتماع طارئ حضرتك للجنه الاولمبيه، وبعتنا اجتماع طارئ للوزاره، واخترنا بيه الاتحاد. فوجئنا حضرتك في ميعاد المجلس الطارئ ده ان رئيس الاتحاد بيقفل باب الاتحاد بالقفل. عملنا حضرتك المجلس بتاعنا في الاجتماع، وبعتنا المجلس للاتحاد وبعتنا باشمهندس كابتن انا بس معلش سؤال، ايه السبب الرئيسي للخلاف يا فندم بين حضرتك وبين بمنتهى الصراحه يا فندم؟ يعني اصل كده واضح من الكلام انه الامور واصله لمرحله يعني حضرتك مرحله صدام حقيقي، فانا عايزه بس افهم. احنا حضرتك مجموعه من الناس المحترمه، 3 رجال اعمال، كابتن هشام مصباح كابتن بطل اولمبي، عندنا حضرتك خبير مناطق، وعندنا حضرتك عقيد شرطه وعميل قوات مسلحه. تناغم غير طبيعي حضرتك في مجلس اداره، لا يريد رئيس مجلس اداره الا بالانفراديه في القرار، وعدم عقد اجتماعات مجلس اداره الا بالتمرير، او حضرتك ان هو يصدر قرارات وعلينا ان نوقع عليها.
نوقع على قرارات. احنا لما عملنا المجلس الطارئ طلبنا ان احنا يبقى فيه احترام للناس المحترمه، نناقش ونختلف على الترابيزه، لكن في النهايه بنطلع اصدقاء وبنطلع ونطلع قرار لمصلحه اللعبه. في خمسه او سته من اعضاء مجلس الاداره من ممارسين اللعبه، انا من ممارسي اللعبه من سنه 68، فاهمين يعني ايه ابطال وفاهمين يعني إيه. عندنا خطه حضرتك طموحه وخطه افشلها رئيس الاتحاد، لانه يعد للانتخابات القادمه ويعد بس لعمليه ان هو، لكن احنا كلنا بنقول له عايزين ننظم الشغل داخل الاتحاد، عايزين نعمل مكتب تنفيذي. لك ان تتخيلي حضرتك احنا بقى لنا سنه ليس لنا مكتب تنفيذي في اتحاد الجودو، احنا كل القرارات حضرتك بتتاخد انفراديه. احنا طلبنا جه اخر حاجه حضرتك في 10/9، فوجئنا ان في اجتماع في 10/9، بعتوا لنا حضرتك بعد ما احنا طلبنا الاجتماع بالمجلس الاداره، لغى حضرتك وخلاها 17/9. 12/9 فوجئنا كلنا انه بيكلمنا في التليفون حضرتك في اجتماع مجلس اداره، سالنا الاجتماع ده الساعه كام؟ قالوا لنا لا ما لهوش ساعه محدده. طب ابعتوا لنا جدول الاعمال، قال لك لا انت ما فيش جدول اعمال هيجي لكم. احنا خلاص تمت مناقشه الكلام ده، قلت له مناقشته مع مين؟ قال تم صدور قرارات وحضرتك تعالوا اقروها. طيب. لو عجبتكم دوها، لو ما عجبتكوش ما تمضوهاش. انا بشكر بستاذنك خليك معايا ثواني يا كابتن لو سمحت، خليني اخد هاتفين الكابتن كارم الدهان عضو اللجنه الفنيه العليا لاتحاد الجودو. يا اهلا بحضرتك يا فندم. الو اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. كابتن كارم، يعني سؤال واضح وصريح ومباشر، هل كابتن حاتم عبد الاخر يصلح بدنيا ورياضيا لي او كان يصلح لدخول البطوله، ام انه استبعاده منها كان امرا حتميا؟ اولا اوكي، انا هتكلم حضرتك، انا مدرب نادي الجزيره ومدير فني نادي الجزيره اولا، وحاتم تلميذي، يعني تلميذي في النادي طبعا، خلق ولعب لاعب جميل و مستوى جودو عالي جدا وحقق مستويات عاليه جدا جدا في الجودو. اوكي، انا ليا صفه ثانيه، انا عضو اللجنه الفنيه العليا للاتحاد، انا وانا مش رئيس لجنه، انا لجنه طبعا لها رئيس ولها شغل. حضرتك عضو انا مش قادر اتكلم باسم اللجنه الفنيه العليا لاتحاد الجودو. بالنسبه للمنتخبات، المنتخبات لها لجنه فرق قوميه ولها رئيس لجنه تانية وكده، فانا مش هقدر اتكلم على الداخليات بتاعه السفريه دي بالذات. لا انا مش طالبه داخليات يا فندم، انا سؤالي كان محدد جدا، هل كابتن حاتم يصلح او كان يصلح لتمثيل مصر في هذه البطوله بدنيا وجسمانيا ورياضيا، ولا الاصابه اللي كانت عنده دي منعته ان هو ما كانش فعلا ينفع ان هو يطلع البطوله دي وكان يجب استبداله بلاعب اخر؟ والله يعني انا حاتم مسافر وراح بلد واثنين وثلاثه وبيلعب بره، اوكي، وبعدين في نص السفريه وعلى يعني هي تضطر الطياره ويلاقي نفسه هناك في اذربيجان والسفريه مدفوعه، اوكي. هل الليله دي حاتم كان منصاب ولا مش منصاب؟ انا استحاله اتكلم من هنا، انا في القاهره. طيب، لكن اللي انا اقدر اقوله ان طبعا حاتم لاعب كبير جدا ولاعب عنده خبره، وبعدين من مصلحه الفرق القوميه ان انا احافظ على اللاعب بتاعي لغايه لما يهدم. يعني انا مثلا لاعب الجودو في العالم كله اللي ابو 18 و22 سنه ده ما بيحققش حاجه، دايما اللاعب الجودو اللي مخضرم هو اللي بيبقى قوي في الجودو، لان الجودو كلها يعني مش بس فنيات، خبره. فحاتم طبعا لاعب خبره جامده جدا ولاعب يعني بيعد للاولمبيكس، وانا طبعا يعني مش سعيد جدا، وانا طبعا جزء من الاتحاد، بس انا مش عايب على الاتحاد، ما اقدرش انا افهم اللي حصل. انا اللي اقدر اقوله ان انا حاتم بالنسبه لي ابني وابننا وابن مصر وابن الاتحاد. بشكرك يا فندم، بشكر حضرتك جزيل الشكر كابتن كارم الدهان عضو اللجنة الفنية العليا لاتحاد الجودو. كابتن ياسر لو معايا على التليفون بس في لحظات بعد إذنك، هتعملوا إيه يا فندم؟ هل فكرتوا تقدموا طلب لمقابلة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؟ أكمل لحضرتك بس، يعني إحنا بعد إحنا رفضنا الاجتماع ده،
تمت حضرتك اتصالات مباشره كده لو بعضو مجلس اداره اللي هو طارق عز الدين، حضرتك تعالى امضي انت الوحيد اللي موجود في مصر لان انا كنت مسافر في الخارج، والا هنستبعد حاتم عبد الاخر. قال لهم يعني ايه هتستبعد؟ طلبني طارق في التليفون، قلت له يا طارق مش ممكن، ده بيضغطوا علينا عشان مش ممكن، ده لا يمكن تصل الى عقل بني ادم ان هو يغدر بطل عالمي بالكلام الفارغ اللي بيتقال، انا مش مصدق يا طارق. وبعد كده فوجئت حضرتك بان هذه القرارات يرفعوا حضرتك يوم 17 اللي هو قبل اجراء القرعه بيوم، ويقول ان انا بحط واحد مكانه والتاني هناك في اوريدي. يعني انا لما ويحاول رئيس البعثه يقول له طيب. احنا لو سجلنا الاسم هندفع اقل من الغرامه، وحاتم بطل عالمي وحاتم كل الناس، حاتم طيب. معروف على مستوى العالم كابتن. حاتم حضرتك الاتحاد الدولي منزل بوست حضرتك ان في حاتم الحاصل قادم الى اذربيجان لتمثيل مصر في المره التاسعه. لا يعني طبعا كل من هو مهتم بالرياضه وتحديدا مجال الجودو يعرف كابتن حاتم، يعني هو يعني اسمه معروف طبعا، ويعني خلقا حتى معروف ونجم وبطل وشرف مصر في يعني بطولات كتيره. سؤالي بس الاخير يا فندم، هتعملوا ايه دلوقتي؟ هل هترفعوا شكوى للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه؟ هتعملوا ايه الخطوه الجايه ايه يا فندم؟ حضرتك انا في اتصالنا حضرتك بالدكتور اشرف صبحي، اتصلنا وعملنا اتصال تليفوني بيه حضرتك. تم تشكيل لجنه حضرتك للتحقيق في الامر. حضرتك احنا قدمنا يعني انا يوم الاحد عندي لقاء معاه وهقدم له كل المستندات اللي تدين الاخ رئيس الاتحاد. احنا حضرتك المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه برضه حضرتك اتصل بينا في عمليه حضرتك عمليه تنسيق لبحث الامر، لان الامر لا يمكن يعدي رئيس الجمهوريه بيرعى الرياضيين واللي بيرفعوا اسم مصر، وحاتم من الناس اللي رفعت اسم مصر 26 مره، لا يمكن ان يهدر حقه بهذه لمجرد وجود ان احنا عايزين نجبر على امضاء على مواقع على محاضر لم نطلع على فحواها. اشكرك جزيل الشكر كابتن ياسر عبد الاخر والد حاتم طبعا وعضو الاتحاد المصري للجودو. كابتن حاتم لسه معايا؟ ايوه معاك. كلمه اخيره منك يا كابتن. كلمه اخيره ان انا عايز بس يعني الفلوس اللي اتدفعت من الدوله مين هيحاسب عليها؟ ان في 28,000 جنيه في التذكره اتدفعوا ليا طلعوا من فلوس خزنه الدوله لان عشان العب البطوله وسافرت، دي اول حاجه مين هيحاسب عليها؟ يعني انت دلوقتي هتقنن الفلوس دي ازاي؟ هتروح للوزاره تقول لهم انا سافرت ويعمل ايه في فرنسا؟ سافرتني اتفسح في فرنسا ولا سافرتني اعمل ايه؟ الفلوس دي طلعت من خزنه الدوله 50,000 جنيه، وفلوس الكنسليشن بتاع البطوله 20,000 جنيه 1000 يورو او 1500 يورو حاجه كده اتدفعوا علشان ما العبش بطوله. الكلام ده كله مين هيحاسب عليهم؟ وهيحاسب عليهم الدوله ازاي؟ كده واضح ان في اجتماع يا كابتن حاتم يوم الاحد الجاي ان شاء الله مع الوزير. تاني حاجه حضرتك لازم بس معلش تسمحيني بس يعني اقولها انا هو كنسل لي التذكره وسابني في باريس من غير ما يرجع لي تذكره، من غير ما يرجع لي مصر، انا راجع مصر على حسابي، هو اتلغى لي التذكره وانا لاعب منتخب مصر بره البلد، اتلغى له التذكره وسابني بره مصر من غير تذكره. حضرتك الموضوع ده غير لا يعقل ان هو يكنسل التذكره وانا هناك وما يحجزليش كمان رجوع ويسيبني، وانا اصلا كنت خلاص انا كنت مسافر اذربيجان كان حجز الاوتيل كان خلاص خلص ورجعت، يعني انا رجعت حاجه لو ما كانش في حجز الاوتيل كان زماني في الشارع، ولو معيش فلوس كان زماني ما عرفتش ارجع مصر، لو ما انا معيش فلوس ان انا ارجع مصر انا حجزت تذكره وان ليج راجع مصر، يعني ساب سفر اللاعب بره وساب له وكنسل له التذكره وما حجزلوش تذكره رجوع. يا فندم ده الموضوع كريتيكال جدا، الحته دي هي وحته الفلوس اللي اتصرفت بره الاتحاد لازم حد يسال عليهم، الفلوس اللي طلعت 50,000 جنيه. بشكرك يا كابتن، كل كلام حضرتك قلته وصل جدا، وحضرتك كررت كلام اكتر من مره. كابتن حاتم عبد الاخر كابتن الفريق القومي للرجال الجودو، يعني هو الحقيقه الموضوع اعتقد ان هو واضح قوي، وانا بعتقد انه اجتماع يوم الاحد ده بحسب ما ذكر كابتن ياسر مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ده كان مهم. فكره تشكيل اللجنه دي يعني دي في منتهى الاهميه، لانه في كلام متعلق بالاموال، وزي ما كابتن حاتم قال يعني ربما
مع التحقيق يكون في يعني كلام على إهدار مال عام أو تذاكر اتقطعت وما كانش ليها داعي أو لازمة. وفي نفس الوقت برضو في أمور أخرى بقى متعلقة بأخلاقيات اللعب والاتحادات. يعني أنا مهما بلغت درجة اختلافي مع لاعب أطلعه أصفره على حسابي كدولة وكاتحاد، أصفره بلد وأسيبه هناك متشعلق كده ما رجعوش، أخليه هو يحجز تذكرة الرجوع؟ هل هكذا تعامل الدولة أو يعامل الاتحاد، تعامل الاتحادات أبطالها؟ الأبطال دول اللي بيقعدوا يلعبوا ويتمرنوا ويطلعوا برا مصر ويسافروا ويدفعوا حاجات كثيرة جدا من جيبهم الشخصي لمجرد أنه فخور أنه يقول اسم مصر برا وعلم مصر يرفع. يعني هل هذه هي الطريقة المثلى للتعامل معهم؟ بعتقد أنه هيكون في تحقيق كبير في هذه الواقعة وهذا الموضوع. إن شاء الله بإذن الله وزارة الشباب والرياضة تفتح تحقيق ده بشكل مباشر وإن شاء الله وفوري، وإن شاء الله نتابعه بإذن الله ونعرف نتيجة وصلت لغاية فين.